مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الرابعة اللي متعلقة بالإي ليرنينج، التعليم الإلكتروني عن بعد، في الكورس بتاعنا اللي هو الكونتمبرري بروبلمز اند ايشوز ان اكاونتينج. طبعا الكتاب طبعا اللي ظهر عند حضرتك على الشاشة اللي هي الكونتمبرري بروبلمز اند ايشوز ان اكاونتينج. طبعا المحاضرة اللي فاتت طبعا لاست ليكتشر احنا اخدنا مع بعض اللي هو الميرجينج. طبعا اخدنا مسألة طبعا عن الميرجينج، واتكلمنا عن شركتين عايزين يعملوا ميرج مع بعض. نرجع كده للبروبلم. طبعا احنا المرة اللي فاتت ما كملناش البروبلم، اتكلمنا عن شركة واحدة، عملنا البروسيديورز الاجراءات اللي هو المفروض تتم من عملية الاندماج من خلال الشركتين، وهم هيطلع من خلاله شركة واحدة. ادي اهو حضراتكم، طبعا ده الكيس ستادي اللي طبعا ظاهر عند حضرتك على الشاشة، المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت اللي اتكلمنا عن البروبلم من خلال الكيس ستادي. طبعا احنا طبعا المحاضرات السابقة اخدنا مع بعض او درسنا مع بعض الكونسوليديشن، وطبعا انا فهمت، طبعا انا شرحت لسيادتك what is the meaning of the consolidation، وشرحت طبعا برضو الاكوزيشن الاستحواذ، والنهاردة المرة اللي فاتت دخلت على الميرجينج. فحضرتك انتوا عارفين ان البيزنس كومباينيشن اللي هو اندماج الاعمال بتنقسم، البيزنس كومباينيشن may be classified into three categories. The business combination may be classified into three categories. متقسمة لأني categories؟ طبعا أول حاجة the first category أخدنا ال consolidation اللي هي الاتحاد، وخدنا problems عليها، وخدنا problem مرة تكون إمتى تكون positive goodwill، ومرة أخدناها مرة تانية negative goodwill. وبعد كده اخدنا طبعا السكند كاتيجوري اللي هي متعلقه ريليتد بالبيزنس كومباينيشن، درسنا الاكوزيشن وطبعا شرح واديت لحضرتك كيس ستادي ليها. وبعد كده طبعا اخدنا المره اللي فاتت الكيس ستادي الثالثه اللي هي الثيرد، اللي هي الثيرد كاتيجوري اللي هي ريليتد باي بالبيزنس كومباينيشن اللي هي الميرجينج، وخدنا المره اللي فاتت الكيس ستادي بتاعتها بس ما كملناش عشان الكيس اساسا كبيره شويه. طبعا كده هناخد كده فريش مراجعة سريعة على الكلام اللي احنا درسناه مع بعض الليكتشر اللي فات. طبعا دي البروبلم اهو اللي ظهر عند حضرتك على الشاشة، انا مديلك تو بالانس شيت لشركتين، تو كومبانيز ريليتد بدمنهور ومكة. طبعا دي البالانس شيت بتاع دمنهور كومباني، ودي البالانس شيت بتاع مكة كومباني. وطبعا هنا اللي ظهر عند حضرتك على الشاشة في محتاج انت تعمل موديفيكيشن ري ايفالويشن لبعض الاسيتس اللي موجودة عند شركة دمنهور كومباني اند مكة كومباني، وطالب من سيادتك في الريكوايرد بريبير ذا ميرجينج اكونت اند دي ام اوبننج بالانس شيت. دي ام اللي هم الشركتين اللي هم عايزين يعملوا ميرج مع بعض، دي اللي هو دمنهور، وام اللي هو مكة كومبانيز ايه اوبننج بالانس شيت، عشان في الاخر نطلع منهم بالانس شيت واحده. طبعا هو انا مدي لسيادتك في الجيفن تو بالانس شيت، وطبعا في الاخر هتطلع من خلالها بالانس شيت واحده. طبعا انا المره اللي فاتت في السجستد سوليوشن شرحت طبعا من خلال المحاضره، تشوف حضرتك المحاضره اللي فاتت اللي هي المحاضره الثالثه على اليوتيوب على من خلال القناه، شرحت لسيادتك ان انت ازاي بتحسب الكابيتال الجديد، وبعد كده شرحت لك البرسنتج اوف بارتنرز ان اونرز ايكويتي، وبعد كده شرحت لسيادتك الري ايفالويشن تيبل اللي هي خاصه بدمنهور كومباني اند مكه كومباني، وبعد كده دخلنا على شركه دمنهور عشان طبعا حضرتك عملت ري ايفالويشن اكونتس فور دمنهور كومباني، ولما جيت عملت ري ايفالويشن اكونتس عملتها على شكل ليدجر، وبعد كده حضرتك عملت درسنا مع بعض الكاش اكونت ازاي ان انت عملنا الكاش اكونت من خلال التي اكونت، ببقى عايز اشوف الكاش المبلغ اللي هيكون معاك من خلال الشركه اللي هي المتعلقه بدمنهور كومباني، وبعد كده الاونرز ايه الايكوتي اللي هي الاونرز ايكوتي اكاونت اللي هو حساب اللي هي متعلقه بحقوق الايه الملكيه. طبعا ده الجزء الاولاني اللي احنا وقفنا على المره اللي فاتت اللي هي متعلقه ريليتد بالدمنهور كومباني. هنكمل بقى لشركه مكه كومباني. طبعا حضرتك لما بتيجي تعمل بقى نبتدي نشتغل في الميرجينج للشركتين، طبعا بالنسبه لدمنهور كومباني في ثلاث حاجات مهمين جدا حضرتك بتعملهم مره لشركه دمنهور كومباني، ومره بتعملها لمكه كومباني.
حضرتك بالنسبة لدمنهور كومباني انت بتعمل 3 ايه، بتعمل المفروض 3 ستيبس اساسيين، ان حضرتك ال 3 ستيبس دول لازم يكونوا من احد الخطوات من ضمن الميرجنج بالنسبة لدمنهور ومكة. اول حاجة بتعمل ري ايفالويشن اكاونت، وبعد كده بتعمل كاش اكاونت، وبتعمل اونرز ايكويتي اكاونت. 3 حاجات مهمين، بتعمل 3 اكاونتس متعلقة بالري ايفالويشن والكاش والاونرز ايكويتي. طبعا زي ما حضرتك عملت في دمنهور كومباني بتعمل في الايه، في مكة كومباني. تعالى كده مع بعض، في مكة كومباني حضرتك بتعمل ري ايفالويشن اكاونتس فور مكة كومباني. طبعا بتعمل الري ايفالويشن عبارة عن انت بتعمل ليدجر تي اكاونت، طبعا الدي اكاونت عبارة عن ديبت وكريدت زي ما هو طبعا ظاهر عند حضرتك على الشاشة، وبتكتب طبعا الري ايفالويشن اكاونت. طبعا هنرجع للري ايفالويشن تيبل اللي من خلال البروبلم اللي حضرتك ايه اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت التيبل. طبعا التيبل الجزء الاولاني ده كان متعلقه بالدمنهور كومباني، والجزء اللي حضرتك اللي احنا عملنا له ري ايفالويشن اللي هي شركه مكه. طبعا شركه مكه طبعا اللي اتعمل لها ايفالويشن هي الانفنتوري. طبعا الانفنتوري كان البوك فاليو كانت بكام، 112000، وبقى النيو فاليو بتاعتها كام، بقت 88000. فبالتالي بقى هو طبعا ظهر هنا في الحاله دي ظهر ان في لوس بكام، الفرق اللي حصل، ان الفرق اللي حصل في الانفنتوري كده يعتبر هنا الانفنتوري زاد ولا قل، حصل انكريز ولا ديكريز. هنا الانفنتوري حصل ديكريز، ولما الانفنتوري عندك بيحصل له ديكريز بيسمى عندك ان هو على انه لوس، واللوس اساسا النيتشر بتاعه ديبت ولا كريدت، لا ده النيتشر بتاعه ديبت. فحضرتك طبعا هنا بيسمع هنا عند سيادتك اهي، اهو في النيتشر اهو في الديبت عشان هو لوس. طبعا بتكتب الرقم كام، الفرق اللي حصل 32000، طبعا اللي هو طبعا طبيعي ال 32000 اللي هو ايه، اللي هو الانفنتوري. تمام، مفيش حاجة تانية للري ايفالويشن اللي هي المتعلقة بشركة مكة اللي هي كانت الانفنتوري بس. فحضرتك مش هنزود حاجة تانية، هو بس الايتم الوحيد اللي حضرتك هتعمل له ري ايفالويشن اكاونت. طبعا ايه، هنبتدي نجمع. طبعا الناحية التانية في الكريدت مفيش حاجة، فبالتالي هتنزل المبلغ الأكبر طبعا 32000 في الناحيتين، والفرق ما بينهم الديفرنس 32000 ده الديفرنس، وتوديه الناحية التانية على انده، على انه ايه، اندنج بالانس. فهو طبعا بيشرح لسيادتك ان الري ايفالويشن التوتال اندنج بالانس ويز ايه كده في الحاله دي، ويز لوس باي 32000 ايجيبشن باوندز ال اي فور ذا كومباني. طبعا احنا كده عملنا الري ايفالويشن اكاونت. الخطوه اللي بعديها حضرتك بتعمل كاش اكاونت او بانك او بانك اكاونت، اني ثينج، يا اما تكتبها كاش او بانك، الاثنين بالنسبه لك اتس ترو. حضرتك بتعمل تي اكاونت طبعا ديبت وايه كريدت. طبعا اول خطوه، طبعا اول حاجه هتكتب حاجه معينه هننقلها وهنعمل ستوب، عشان بعد كده هنعمل الخطوه اللي بعديها الاونرز ايكويتي اكاونت، عشان بعد ما حضرتك بتخلص الاونرز ايكويتي اكاونت نرجع نستكمل الايه، الجزء اللي فاضل الكاش اكاونت. ان حضرتك لما بتيجي تعمل الكاش اكاونت في حاجات هتاخدها من الخطوه اللي بعديها من الاونرز ايكويتي. فحضرتك انت هتعمل في حاجه معينه حضرتك هتنقلها، وبعد كده هتعمل ستوب، وبعد كده نعمل الاكاونت اللي بعده. فحضرتك هنا بتعمل كاش اكاونت. الكاش اكاونت عندك هنا بالنسبه للمساله للبروبلم، اهو نرجع للبروبلم نفسه، الكاش عندك الكاش كانت بكام، الكاش اكاونت نبص كده عند حضرتك الكاش اهو للبالانس شيت اللي هو بتاع مكة كومباني، اهو البالانس كان فيه كام، الكاش في البالانس 126000، كام 126000 في الكاش. والكاش اساسا في الاكاونتنج بيتسمع النيتشر بتاعها بيتحط ديبت ولا كريدت، ده كاش، ده المفروض من ضمن الاسيتس، والاسيتس اساسا يا شباب النيتشر بتاعها اساسا ديبت ولا كريدت، طبعا بيسمع عند سيادتك ان هو ايه، ان هو ديبت اهو. طبعا نرجع بقى اهي ديبت اهو، كام الرقم 126000 اللي هو بنسميها بيجينينج بالانس، البالانس الرصيد بتاعه، البالانس فيه كام 126، لحد كده وستوب. ان الخطوتين اللي جايين دول الرقمين اللي هو ظهر عند حضرتك على الشاشه دول حضرتك هتاخدهم من الايه، من الاكونت اللي بعده. فحضرتك انت هتعمل ستوب ونعمل الاكونت اللي بعده اللي هو الاونرز ايكويتي اكونت، وبعد ما تخلص الاونرز ايكويتي اكونت نرجع بقى ايه للكاش اكونت، نستكمل الجزء اللي فاضل من الكاش اكونت. طبعا الاونرز ايكويتي اكونت هو بيقول لسيادتك انت عندك بالنسبه لشركه مكه في عندك كام بارتنر، اهو عندك كام بارتنر، عندك يو هاف تو بارتنر اكس اند واي. تمام، اكس
تمام، الكابيتال بتاعه كام؟ 100,000. واي 60,000. فبالتالي بسيادتك واضحه، او الاونرز ايكويتي اكس وواي بيتحط فين؟ في الديبت ولا في الكريدت؟ ناحيه فين؟ ناحيه الكريدت، ان هو البالانس شيت ظاهر عند حضرتك على الشاشه. الاسيتس او الاسيتس اللي موجوده هنا كلها بتتحط في الديبت، تمام، والاونرز ايكويتي واللايبيليتيز بتتحط فين؟ في الكريدت. فبالتالي اهو هنشوف بقى الحاجات اللي متعلقه بالاونرز ايكويتي والكرنت اكونت، هو ده اللي حضرتك هننقلهم في الاونرز ايكويتي اكونت، طبعا في الايه، في البالانس بتاع سيادتك. فهو بيقول لي سيادتك هنا الاونرز ايكويتي اكونت اللي هي متعلقه باكس وواي، الاكس فيه كام؟ 100 وواي 60,000. وعندك في كرنت اكونت اكس، ان الراجل عليه فلوس في الكرنت اكونت اكس بكام؟ 40,000. وفي كارنت اكونت الناحيه الثانيه واي ليه فلوس بكام؟ ب 6,000. اهو يبقى هننقل الاونرز ايكويتي اكس وواي، اكس بكام يا شباب؟ 100,000، واي 60,000. وكمان هيكتب في ايه، في ناحيه الكريدت كارنت اكونت اكس بكام؟ 40,000، اللي هي خاصه بمين؟ هتحط ناحيه اكس بس، واي مش هكتب لها حاجه في ناحيه الكريدت، ان هو في الجزء ده بيقول لسيادتك ان الايه، ان اكس عليه فلوس بكام؟ ب 40,000. والناحيه الثانيه ناحيه الديبت هتروح عند تكتب في الكرنت اكونت واي، هتكتب المبلغ كام عند واي؟ 6,000. اهو نرجع للاونرز ايكويتي، اهو للاونرز ايكويتي اهي يا شباب، اهو بالنسبه لمكه، اهو هتكتب البيجيننج بالانس بتاع الكابيتال كام؟ البيجيننج بالانس بتاع الكابيتال 100,000، طبعا معلش هنا في زيرو زياده، أو 100 أو 100,000 و 60,000. بتكتب الكابيتال بتاع اكس واي، وبتكتب بدل ما بتكتب كابيتال بتكتب البيجيننج بالانس، بتشوف ان هو البيجيننج بالانس يعني يعتبر بيسميه رصيد اول المده، الرصيد بتاعه فيه كام؟ في الكابيتال بتاع اكس واي، هو بادئ اساسا لشركه مكه، اكس كان داخل بكام؟ ب 100,000 وواي ب 60,000. وبعد كده بيقول لك هنا في كارنت اكونت بالنسبه لاكس، كان الراجل كان عليه فلوس كام؟ ب 40,000. كل ده موجود في سيادتك زي ما وريتك من شويه في البالانس شيت بتاع شركه مكه، وطبعا واي زيرو. الناحيه الثانيه طبعا في كارنت اكونت بالنسبه لواي، كان كام المبلغ؟ كان ليه فلوس 6,000، وفي اكس ما كانش فيه حاجه، تمام. طيب بعد كده حضرتك هتروح عند الري ايفالويشن اكونت. هو الري ايفالويشن اكونتنج الاندنج بالانس كان كام اساسا؟ الرصيد بتاعه في اندنج بالانس بكام؟ ب 32,000. الاندنج بالانس ال 32,000 اساسا المبلغ اللي ايه، الاندنج بتاع الري ايفالويشن يعتبر بالنسبه له بروفيت ولا لوس؟ لوس، ان هو خسران، ان هو كده كده الانفنتوري كان هو اساسا كان المبلغ اللي هو كان مقيده بكام؟ ب 112,000، بقى خسر فيه وصل لكام؟ ل 80,000. فبالتالي هو خسران كام؟ 32. طبعا الخساره دي بتمثل له ايه؟ ريبريزنت ذا ايه؟ ذا لوس، اهو ريبريزنت ذا لوس. فهو طبعا كده اللوس ده هيسمى عند سيادتك فين؟ في الديبت ري ايفالويشن بكام المبلغ؟ 32,000. عايزين نوزع 32,000 على اكس واي، هنوزع على اكس واي ايه؟ زي ما حضرتك عملت في دمنهور لما جينا وزعنا لما جينا وزعنا المره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت، على الاونرز ايكوتي بتاع الري ايفالويشن، لما حضرتك عملت الاونرز ايكوتي ري ايفالويشن بتاع دمنهور ايه كومباني، كان المبلغ كام ري ايفالويشن؟ كان 30,000. كنا عايزين نوزعها على A و A، كنا عايزين نوزعها على A و B. وزعناهم ازاي؟ او الريشيو اللي هو كان بتوزع بنسبه كام؟ 3 اوفر 5 والثانيه 2 اوفر 5. هنا بقى بالنسبه لشركه مكه اكس اند واي هتتوزع بنسبه كام؟ او 32,000، او الخساره عايزين نوزعها على اكس واي، هنوزعها ازاي؟ طبعا هتاخد ال 32,000 مالتبلاي 5 اوفر 8، وبالنسبه لواي ها 32,000 مالتبلاي 3 اوفر 8. طبعا هنا يبقى الاولانيه 32,000 مالتبلاي اوفر 5 اوفر 8، هنشوف هيطلع المبلغ كام. ده بالنسبة لـ X، وبالنسبة لـ Y 32,000 multiply 3 over 8 هنشوف المبلغ هيطلع عند سيادتك كام. أهو لما جينا وزعناهم، طبعا لما جيت حضرتك حسبتها طلع المبلغ، طبعا طلع هنا بالكالكوليتور، لما طبعا هتاخد الـ 32,000 multiply 5 over 8 هيطلع 20,000، والتانية ها 32,000 multiply كام؟ multiply 3 over 8. طبعا الريشوز دي البرسنتج يا شباب انا وضحتها لك المره اللي فاتت، ارجع على اليوتيوب وشوف ان البرسنتج دي جت منين. لو انت مش فاهم البرسنتج دي جت ازاي، ارجع لليوتيوب اللي هي المحاضره اللي فاتت وهتوضح لسيادتك ان البرسنتج دي اتحسبت ازاي. طبعا طلع المبلغ كام؟ 12,000. تمام، نبتدي بقى نجمع.
هنا طبعا ايه، هناخد المبلغ الاكبر، المبلغ الكبير طبعا هو اللي هينزل الاول. طبعا هنا هنشوف انهي الاكبر بالنسبه لايه، لواي الاول. هنشوف واي هنا كام، واي بالنسبه في الكريدت كانت كام 60000، وهنا كام 12 بلس 6 هيدينا كام، 12 بلس 6 12 بلس 6 ايه 18. يبقى انهي الاكبر، ال 60 ولا ال 18؟ ال 60. يبقى ال 60 اهو هنوديها في الناحيتين اهو، 60 هتروح عند الكبير او 60 60. يبقى الفرق كام ما بينهم، الديفرنس بتوين 42، ده الديفرنس هتوديه الناحية التانية، ده الاندنج بالانس بتاعه 42. طيب بالنسبة لإكس أنهي الأكبر، 100 بلس 40 140 وهنا 20، يبقى أنهي الأكبر، يبقى 140 هتوديه الناحية التانية 140. يبقى الفرق كام، الديفرنس بتوين ما بين ال 140 و 20، 120 ده الديفرنس، وتوديه الناحية التانية الاندنج بالانس. يبقى الاندنج بالانس بتاع إكس وواي إكس 120 وواي كام 42، تمام كده. طيب هو المفروض اساسا اكس وواي كل واحد فيهم يدخل بكام، 100. ان احنا لو رجعنا للمساله اساسا هو كان بيقول لك اساسا ان الكابيتال اساسا بتاع الفور بارتنرز هم المفروض كام، كل واحد هم كلهم على بعض كلهم الكابيتال بتاعتهم النيو كابيتال بكام، 400. عايزين يتوزعوا باي ايكوالي، يعني كل واحد فيهم هياخد كام، ها هيخش بكام، 100000. فطبعا اهو لما نرجع بقى للاونرز ايكوتي بتاع مكة اهو، المفروض المبلغ كام بتاع اكس، هو معاه اندنج بالانس 120000، هو المفروض يدخل بكام، ب 100. فبالتالي يبقى ايه اللي هيحصل هنا في الحالة دي، ها في حد يقدر يقول لي ايه اللي هيحصل؟ يبقى كده معناه ان انا هقلل من عنده من الكاش بكام، ب 20000. حضرتك لما بتقلل عندك، لما بتقلل من الكاش بيسمع عندك في الكريدت في الديبت، لما بتزود في الكاش لما بتعمل انكريز في الكاش بايه بيسمع عندك في ايه في الكريدت. من ضمن الرولز لما عندك يا شباب الاسيتس اساسا الكاش، الكاش هنا تمام، الكاش لما بايه لما بيقلل عندك اهو بيسمع عندك هنا في الناحية التانية خلاص، ولما بتزودها لما بيحصل increase اهو هتزودها في الايه في الناحية اللي موجودة عند سيادتك ايه اللي ظهر عند حضرتك هنا ايه على الشاشة. فطبعا هنا 120000، طبعا هنا في الحالة دي هنا x المفروض يدخل ب 100000 100000، وهو معاه 120000، فبالتالي انت هتعمل decrease في الكاش بكام، ب 20000. وهنا المفروض واي معاه 42000، محتاج ان هو عايز ان انا ازود في الكاش اعمل increase by cash بكام الفرق عشان اوصل ل 100000، 58000 increase by cash اهو. يبقى كده معناه ان حضرتك اهو خدنا المبلغ اهو، يبقى 42 plus 58 هيبقى 100، ها 100 100، يبقى هنا الdifference ما بين هنا في الحالة دي 100، يبقى ايه يبقى كده انت قفلت الايه قفلت الاوبننج بالانس بتاعتك اهو، 42 ب ايه بلس 58 هتبقى 100، يبقى الناحيه الثانيه 100 هنا، يبقى هتكتبها 100 الديفرنس ايه، هتقفل الاونرز ايكويتي بتاعه الايه الاونرز ايكويتي اكاونت. طبعا هنا ال 120 طبعا هننزل مبلغ كبير 120 اهو، 120 120، الفرق كام من 120 و20 اهو 100، هتوديه الناحية التانية ايه 100، تمام. يبقى حضرتك لما بتيجي تقفل هتقفل ازاي، اي 42 plus 58 100، هنوديه الناحية التانية 100، الفرق كام ما بين 100 والزيرو 100 ده الديفرنس، يبقى ايه ده الاندنج بالانس المفروض بتاع واي ان هو يدخل بالايه بال 100. هنا بالنسبة لإكس المفروض هنا معاه 120 او هنزل مبلغ كبير 120 120، الفرق كام من 120 و20 او 100 الdifference between them كام الdifference 100، يبقى المفروض x و y x المفروض يدخل الending balance بتاعه الرصيد بتاعه بتاع الاونرز equity الجديد بعد الميرجنج، هيبقى x هيبقى هيدخل بال 100000 و y بال 100000. كده خلصنا الاونرز equity account. حضرتك لما تيجي بقى تعمل الكاش account، نرجع بقى للكاش اكاونت، هنا بقى بيقول لي سيادتك انا عايز ازود في الكاش سوري، هنا هنشوف الكاش بقى ما ايه الحاجات اللي محتاجه ان انت تعمل لها ديكريز، والكاش اللي هنا محتاج ان انت تعمل لها ايه انكريز.
هنشوف الكاش اللي هنروح الديكريز هيروح فين والانكريز هيروح فين. الكاش اساسا يا شباب النيتشر بتاعه اساسا ديبت، والقاعده بتقول لي سيادتك لما الكاش عندك لما بيزيد بيسمى عندك في الديبت، لما الكاش لما بيحصل له انكريز بيسمى عند سيادتك في الديبت، لما الكاش لما بيحصل له ديكريز بيسمى عند سيادتك فين في الكريدت. يبقى قاعده، يبقى هنقول تاني لسيادتك بالنسبه للكاش، الكاش النيتشر بتاعه اساسا ان هو ديبت، فهو الكاش عندك لما بيحصل له انكريز بيسمى عند حضرتك في الديبت، لما الكاش بيحصل له ديكريز بيسمى عند سيادتك فين في الكريدت. فهنا هنمسك هنا الكاش، الكاش هنا زاد وحصل له انكريز ولا ديكريز؟ لا انكريز، بكام؟ ب 58000. لما بيحصل له انكريز هيسمى عند سيادتك فين في الديبت، اهو 58000، على انها طبعا هتكتب جنبيها ان هي المبلغ ده جاي منين، جاي من عند الاونرز ايكويتي. وهنا الكاش الناحية التانية حصل له ايه؟ ديكريز. لما الكاش عنده بيحصل له ديكريز بيسمى عند سيادتك فين؟ في الكريدت، بكام المبلغ؟ الكاش قل ب 20000، وبتكتب جنبيها الفلوس دي جاية من عند مين؟ المصدر بتاعه من عند الاونرز ايكوتي. نبتدي نجمع هنشوف انهي الاكبر، طبعا الاكبر اللي هي 126 بلس 58 هيبقى كام المبلغ؟ 184. هنودي الناحيه الثانيه 184، الفرق ما بين ال 184 و 20000 كام؟ 164000، ده الديفرنس بتوين ذم. طبعا هتودي السهم الناحيه الثانيه، ده الاندنج بالانس بتاع الرصيد اللي في الكاش اللي هي 164000. يعني كده معناه سيادتك ان هو بيقول ان الكاش دلوقتي بقى فيه 164000 بعد الايه؟ بعد الاندماج. خلاص بعد الري ايفالويشن وبعد الكاش، بعد لما بدأ بقى عملية الاندماج بقى الكاش دلوقتي بقى فيه دلوقتي بقى، كان الاول كان كام البيجينينج بالانس بتاعه؟ كان الكاش في الاول كان بيفور ذا ميرج كان 126، بقى افتر ذا ميرج كام؟ 164. فهو طبعا دلوقتي الثلاث خطوات دول زي ما حضرتك عملت في دمنهور كومباني، عملت الري ايفالويشن اكاونت والكاش اكاونت والاونرز ايكويتي اكاونت، نفس القصه بالنسبه لمكه كومباني، بتعمل برضو ري ايفالويشن اكاونت وبتعمل كاش اكاونت وبتعمل اونرز ايكويتي اكاونت. اخر حاجه طبعا سيادتك هتعمل الاوبننج بالانس شيت فور دمنهور اند مكه كومباني، يبقى هتعمل اوبننج بالانس شيت فور دمنهور اند مكه كومباني دي ام كومباني. حضرتك شكل البالانس شيت الاوبننج بالانس شيت، بتعمل البالانس شيت اهو زي ما هو ظاهر عند حضرتك على الشاشه. البالانس شيت عباره عن اسيتس واونرز ايكويتي ولايبيليتيز. الاسيتس متقسمه حاجتين، الاسيتس مي بي كلاسيفايد انتو تو كاتيجوريز، ذا اسيتس مي بي كلاسيفايد انتو تو كاتيجوريز، ويتش كاتيجوريز؟ فيكسد اسيتس اند كارنت اسيتس. طبعا هننقل بقى هنشوف ايه الحاجات اللي في الفي الحاجات اللي احنا ما استخدمناهاش هتنزل زي ما هي، والحاجات اللي انت حضرتك عملت لها موديفيكيشن هنعمل لها تعديل ليها من خلال هقول لك ازاي لما نيجي نحلها دلوقتي مع بعض. اهو حضرتك هتقول للفيكسد اسيتس، نرجع بقى في الايه، نرجع للمساله بتاعتنا اهو هنا هنشوف بقى ايه، هنبتدي بقى نعمل ميرج. خلاص الفيكسد اسيتس عند سيادتك هنا بالنسبه لدمنهور كان اللاند بكام؟ ب 60000. اللاند كان بكام؟ ب 60000. طيب في هنا لاند كان جايب لك في سيره هنا لاند، لاند اللاند كان ب 60000، حصل لها موديفيكيشن؟ حصل لها موديفيكيشن اهو. نشوف بقى هنا يا شباب اهو، نرجع للري ايفالويشن تيبل عشان ما نتلخبطش. تمام، هو ده التعديلات اللي تمت، لو حصل لها ري ايفالويشن هناخد الرقم اللي موجود افتر ذا ري ايفالويشن. هو لما تيجي دلوقتي هتبص على البالانس شيت اللي ظهر عند حضرتك في دمنهور، اللاند كانت بكام؟ ب 60000. هي اتعمل لها ري ايفالويشن؟ اتعمل لها ري ايفالويشن. كانت بكام بقى دلوقتي الري ايفالويشن بتاعتها؟ من 60، ده كانت البيفور بتاعها، دلوقتي بقى ايه؟ افتر ذا ري ايفالويشن، ها بقت بكام؟ بقت كام المبلغ؟ 90000. تمام، البيلدينج كانت كام في البيلدينج عند سيادتك؟ 45. اتعمل لها ري ايفالويشن؟ اتعمل لها ري ايفالويشن، البيلدينج بقى بكام؟ ب 36. تمام، يبقى حضرتك في الفيكسد اسيتس، يبقى بدل ما هناخد اللاند والبيلدينج اللي ظهر عند حضرتك في الشاشه في المساله اللي انا بجيبها اللي انا جبتها لك جيفن، لا حضرتك انت هتعمل لها موديفيكيشن، عملنا لها تعديل لللاند والبيلدينج، اللاند ب 90000 والبيلدينج ب 36000. تمام. طيب وهنا في عندك الناحيه الثانيه بالنسبه لمكه في فيكسد اسيتس 88000، وطبعا مفيش طبعا اتعمل لها موديفيكيشن، فالمبلغ هينزل زي ما هو. يبقى حضرتك الفيكسد اسيتس ثلاث حاجات هنكتبهم في الفيكسد اسيتس. نرجع بقى للايه،
للبالانس شيت اهي، يبقى اللاند هتبقى 90,000، وطبعا وريت وقلت لسيادتك المبلغ ال 90,000 ده هنجيبه منين؟ هنجيبه من الري ايفالويشن تيبل. وبالنسبه للبيلدينج نفس الكلام، ان حضرتك اتعمل لها الري ايفالويشن، فطبعا هتاخد الرقم من الري ايفالويشن تيبل. والفيكسد اسيتس كام؟ طبعا من مكه، ان انت حضرتك بتجمع، بنبتدي بقى نجمع، يبقى كده سيادتك الفيكسد اسيتس بنجمع اللي موجود اللي في دمنهور كومباني واللي موجود في مكه كومباني، هما الاثنين بيتجمعوا. فطبعا ادي اللاند ب 90,000 والبيلدينج ب 36,000 والفيكسد اسيتس بكام؟ ب 88,000. كده خلصنا الفيكسد اسيتس. هندخل بقى على الكرنت اسيتس. ها نبص على الكرنت اسيتس، نشوف بقى الكرنت اسيتس ما بين الاثنين. ها الكرنت اسيتس ايه اللي موجود في دمنهور؟ في الانفنتوري. الانفنتوري كام المبلغ؟ 36,000. اتعمل لها موديفيكيشن؟ اه اتعمل لها موديفيكيشن اهو في الري ايفالويشن تيبل. الانفنتوري ما بقتش 36، بقت كام؟ 45. تمام، يبقى بدل الانفنتوري هنا بدل ما هتبقى 36 هتبقى 45. الاكونت ريسيفابل اتعمل لها موديفيكيشن؟ لا ما اتعملهاش موديفيكيشن، يبقى المبلغ هينزل زي ما هو. الكاش؟ لا الكاش هنا في الحاله دي المبلغ اتغير يا شباب، ان هو ده كان البيجيننج اساسا اللي هو كان داخل بيه 75,000، هو الكاش ما بقتش 75 في البيجيننج بالانس، بقى البيجيننج بالانس كام في الكاش دلوقتي؟ اهو نرجع بقى للكاش اللي حضرتك انت عملت التي اكونت اللي هي خاصه بدمنهور، اهو الاندنج بالانس بقت بكام؟ ب 30 ايه؟ ب 60 ايه؟ ب 69. تمام؟ اهو نرجع بقى نشوف الخطوات اللي احنا عملناه. اهو الانفنتوري هنمسك خطوه خطوه، اهو هنشوف الانفنتوري، هنجمع، هنشوف ايه اللي كان دمنهور كومباني بكام ومكه كومباني بكام، واجمعهم هما الاثنين مع بعض اعمل لها صم ليها. والاكونت ريسيفابل نفس القصه، هشوف الاكونت ريسيفابل كام بالنسبه لدمنهور وكام بالنسبه لمكه. وكاش هتشوف الكاش اللي موجود بسيادتك الاندنج بالانس اللي حضرتك انت اللي انت عملته في التي اكونت بتاع الكاش، هشوف الاندنج بالانس بتاع دمنهور كومباني كان بكام، الاندنج بالانس والاندنج بالانس اللي حضرتك عملته بالنسبه لمكه كومباني كانت بكام اهو. اهي الانفنتوري طبعا هنا كان في الاول، هنا الانفنتوري كانت بكام بالنسبه لدمنهور كومباني؟ 36 طبعا قبل الموديفيكيشن، بيفور ذا موديفيكيشن، افتر ذا موديفيكيشن بقى كام؟ اهو 49. طيب نرجع بقى لمكه كومباني، لمكه الانفنتوري كام؟ 112,000. طبعا اتعمل لها موديفيكيشن، اه اتعمل لها موديفيكيشن، بقى بكام؟ بقى after the modification بقى 80,000. فحضرتك هتاخد ال 45 plus ال 80,000، هتطلع بقى ال A new inventory اهو، ال A بقى البضاعة الجديدة بعد ال merging، after the merging اهي. يبقى after the merging ال inventory 45,000 plus 80,000 كام؟ 125. طيب نشوف ال accounts receivable الخطوة اللي بعديه، the next اهو الاكونت ريسيفابل كانت كام؟ 105. ده في دمنهور. في اكونت ريسيفابل في مكه؟ اه في كام؟ 68. يبقى هتاخد 105 اهي، 105 بلس 68 هتطلع النيو اي ار اهي. الاي ار 105 بلس 68 ايكوال 173. تمام؟ طيب الخطوة اللي بعديها الكاش. في هنا كاش؟ اه الكاش هنا عند سيادتك في الكاش في دمنهور كان ب 75، وهنا بالنسبة لمكة كان كام؟ 126. ده حضرتك الكاش اللي هو كان بتاع شركة دمنهور ومكة. طب الكاش بقى الجديد دلوقتي بعد الاندماج افتر ايه؟ افتر ذا ميرجنج بقى بكام؟ اهو نرجع بقى للكاش اللي حضرتك اللي انت كنت عامله في التي اكونت. اهو الكاش اهو بالنسبة لدمنهور كان الكاش الاندنج بالانس بتاع الكاش بتاع دمنهور كان كام؟ في الاخر الاندنج بالانس كان بكام؟ ب 68. طب وبالنسبه للكاش بالنسبه لمكه كانت بكام؟ 164. يبقى هتاخد 69 اهي، 69,000 بلس 164 يبقى هتطلع الايه؟ الكاش اهو، الكاش اهو اللي ظهر عند حضرتك اللي هي 233.
طبعا احنا ملناش دعوه، يبقى الكاش مش هناخد الكاش اللي انا كنت مديهولك من الاول يا شباب، الكاش اللي انا كنت مديهولك في الاول جوه البالانس شيت اللي هي المتعلقه بدمنهور ومكه، لا انت مش بتاخد الكاش الايه القديمه دلوقتي حضرتك، انت هتاخد الكاش الجديده بعد لما حضرتك عملت ري ايفالويشن للايه للاسيتس اللي موجوده عند سيادتك بالنسبه للشركه، فبالتالي يبقى الكاش اللي هو ظاهر عند حضرتك اللي انا ببقى مديهولك جيفن في جوه البالانس شيت بتاع دمنهور ومكه مش هننقله، هتاخد الكاش اللي موجود عند سيادتك في التي اكاونت اللي حضرتك اللي انت عملته في الاندنج بالانس مره لدمنهور ومره لمكه. طبعا دمنهور كان الاندنج بالانس كان بكام؟ 69، وكان بالنسبة لمكة كانت بكام؟ 164، يبقى التوتال 233. طيب في حاجة تانية current assets؟ لا مفيش أي حاجة تانية current assets. طبعا انت هتقولي طب في لسه في هنا ال current account ايه اللي هي في ال current اللي هي تبع ال current assets، وهنا ال current account y. لا ال current account هنا يا شباب اللي مكتوب هنا ال current account ايه، وهنا ال current account y اوريدي حضرتك انت استخدمتها تبع ال owner's equity account فما بتخشش تبع ضمن ال assets. تمام؟ طيب كده خلصنا الـ Current Assets، ندخل بقى على الناحية التانية الـ Owner's Equity، الـ Capital بتاع A و B و X و Y بقى هيبقوا بكام بقى دلوقتي يا شباب؟ الـ Capital هكتب 90,000 والـ B 60,000 وبالنسبة للـ X هتبقى 100 و Y هتبقى 60؟ لا مفيش الكلام ده، ليه؟ إن حضرتك اتفقنا قلنا إن الـ Capital الجديد كل واحد فيهم هيدخل بكام؟ أهو مش المفروض الـ Capital هم المبلغ المفروض الـ New Capital 400,000 وهيتوزعوا كل واحد فيهم بالإيه؟ باي إيكوالي، يبقى كل واحد فيهم هيدخل بكام؟ ب 100. يبقى طبعًا يبقى هنا الـ Owner's Equity الجديدة بالنسبة للـ Capital بتاع A و B و X و Y كل واحد فيهم هيدخل بكام؟ ب 100. 100,000 اهي اهي A و B و X و Y كل واحد فيهم هيدخل بكام؟ بال 100,000 ده الـ Owner's Equity. ندخل بقى على الـ Liabilities، هنشوف هنا في Liabilities في البالانس شيت اللي كان في دمنهور، طبعا زي ما اتفقنا هنا بالنسبة طبعا الريسيرف، طبعا خلاص حضرتك اوريدي انت استخدمتها في الـ Owner's Equity Account مش هرجع لها تاني. طبعا هنا في accrued advertising بكام؟ 145 هتنقلها في liabilities. ها الناحية التانية طبعا هنا بالنسبة لمكة طبعا ال current account x، طبعا أي حاجة فيها current account بشيلها. طبعا في creditors كام؟ ال creditors ب 200، فبالتالي عند سيادتك يبقى عندك ال liabilities، عندك you have two liabilities لدمنهور and مكة companies، كام ال accrued advertising 145 and ال creditors 200 أهي. نرجع بقى ننزل اهي liabilities او creditors 200 والaccrued advertising 145. تعالى نجمع بقى، لو جمعت حضرتك الفيكسد بالكالكوليتور الفيكسد assets plus التوتال fixed assets plus التوتال current assets هيطلع التوتال assets كام؟ في 745,000. وحضرتك لما هتاخد التوتال بتاع الاونرز ايكوتي بلس التوتال لايبيليتيز هيطلع كام التوتال لايبيليتيز اند اونرز ايكوتي؟ 745,000. يبقى طبعا يبقى ده الاوبننج بالانس شيت بتاع الشركه دمنهور اند مكة كومباني بعد عمليه الايه الاندماج. طبعا بقى لما حضرتك عملت ميرجنج ما بينهم يبقى طلعنا النيو بالانس شيت اللي طبعا اللي ظاهر عند حضرتك على الشاشه. ويبقى كده احنا خلصنا البروبلم، او كده يعتبر انا شرحت لك التكمله الكيس استادي اللي كانت فاضله اللي هي متعلقه بالميرجنج. ويبقى كده خلصنا الجزء المتعلق بالكورس بتاعنا طبعا الكونتمبرري problems and issues and issues in accounting، طبعا اكبر درس طبعا او اكبر توبيك اللي هي البيزنس كومباينيشن اللي هو اندماج الاعمال اللي احنا درسنا مع بعض الكونسوليديشن والاكوزيشن والميرجنج. وشكرا وان شاء الله هقابلكم الاسبوع الجاي.